ولأننا بنحكي عن اتفاقية الغاز، وبعد خبر بدء الضخ التجريبي للغاز من شركة نوبل إنرجي الأمريكية، طالب بعض أعضاء مجلس النواب في الجلسة التشريعية اللي كانوا يناقشوا فيها قانون النفايات إنه تصير الجلسة رقابية ويناقشوا فيها اتفاقية الغاز، واللي صار صار. الجلسة الرقابية لا تتم بهذه الطريقة، الجلسة الرقابية تحدد من المجلس ومن ثم نذهب إلى جلسة رقابية، هكذا تعودنا وهي جدول أعمال الجلسات الرقابية. إذا سمحتوا إذا تكرمتوا. لا تدار جلسة بهذه الطريقة، كيف تستطيع أن تروح حكومة بهذه الطريقة؟ إذا كان عندك مذكرة أنا قريتها على الواتساب لم تكن مدروجة على جدول أعمالي. الموافق 29/12/2019 ميلادية. إن الزملاء الذين خرجوا من القاعة هم فقط ضد اتفاقية الغاز، وإنما جميع من هو تحت القبة جميعنا ضد اتفاقية الغاز المشؤومة. يا أخوان، من الواضح وبكل صراحة إنه كل ما ينفتح موضوع الغاز ومناقشة اتفاقية الغاز بصير شغلة، يا بيقول لك إنه النظام الداخلي لا يسمح، يا بيقول لك الحكومة بدها وقت زيادة، يا بيقول لك لا تصلح للمناقشة في المجلس. وصراحة هاي القصة عادت حالها وكررت حالها، والأحداث كلها قاعدة بتعيد حالها، وعشان هيك بدنا نحكي لكم قصة الغاز من أول ما بلشت، ونبلش بال2014. قال مصدر مطلع أن الحكومة تفاوض مع إسرائيل لتزويدها بالغاز الطبيعي. قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها وافقت على تزويد الأردن بالغاز الطبيعي لمدة 15 عام. وطبعا لما يكون في حكي عن اتفاقية غاز مع إسرائيل فلا بد أنه يطلع ناس يأيدوا هاي الاتفاقية ويحكوا أنها إشي عادي. قال الوزير السابق علاء البطاينة: نشرب ماء إسرائيل فلماذا لا نستورد غازها؟ ومثل ما في ناس بتأيد وبتسوق لهاي الاتفاقية فأكيد في ناس أكثر ضد هاي الاتفاقية. يعني هل توافق المجلس على رفع اليدين؟ هل لا يوافق المجلس على رفع اليدين؟ شكرا، أتمنى على سعادة الزميلة المحترمة أن هذا إرادة مجلس، وأنت لا تتحدين إرادة مجلس، هذا قرار مجلس. إذا تكرمت صوت المجلس بعدم رفع اليدين أثناء الجلسة. طلب المناقشة العامة للمصالح. وبعد ما كثر الحكي عن هاي الاتفاقية، مجلس النواب عمل جلسة لمناقشة الاتفاقية وحكوا خطابات طنانة رنانة زنانة. إن هناك شبهات فساد تجلب الأنوف في هذه الصفقة. باسمي وباسم الزميل طارق خوري والزميل عبد الله عبيدات، وحاولنا نقنع الأخت هند الفايز بس يعني قالت إنها مرة ثانية إن شاء الله، وأن الشعب بكافة مكوناته وأطيافه ينتظر إلى هذه القبة، وأقسم أنني صادق بما أقول. فكيف لنا أن نضع رؤوسنا في مقصرة العدو، عدو لم يحترم يوما عهوده ومواثيقه. وأكيد بعد هيك خطابات في توصيات: ألا تقبل الحكومة على توقيع الاتفاقية والعمل على إلغائها. 2- تأجيل تحديد موقف مجلس النواب إلى حين عرض الاتفاقية وحيثياتها على المجلس. السعي نحو إيجاد البدائل الأخرى، ومن ثم إحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بذلك. وكذلك أيضا الطلب من الحكومة توقيع الاتفاقية مع مطور الغاز الفلسطيني. وأكيد بعد هيك توصيات الحكومة راح تعمل بدها إياه. وبعد ما حكوا النواب وقدموا التوصيات بطلع لك وزير المالية أمية طوقان وبيصرح تصريح بيحكي أن الحكومة ماضية في هذه الاتفاقية. اللي تم توقيعه مؤخرا عبارة عن خطاب نوايا غير ملزم يعني للطرفين، لكن هذا بيعني أنه شركة كهرباء الوطنية وإحنا أحد الزبائن المحتملين لشركة نوبل الأمريكية في هذا الحق. وبما أنه الحكومة راح تصعد وتعمل اللي بدها إياه، مجلس النواب راح يصعد ويستخدم أدواته الدستورية.
وتم تقديم مذكرة طرح ثقة بالحكومة في حال مضيها قدما في اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. لوح 15 نائبا بتقديم استقالاتهم في حال وقعت الحكومة اتفاقية استيراد الغاز مع إسرائيل. طبعا لا انطرحت الثقة ولا صارت استقالات، وهون شو بيصير؟ تهدى الأمور تنوصل سنة 2016. المبادرة النيابية الحكومة بإعادة النظر جذريا في استيراد الغاز الإسرائيلي. شراء الغاز يعطي شرعية للسارق كي يواصل نهب المسروق، ونحن دولة تدافع عن الشرعية في كل مكان، ولا يمكن أن تبارك انتهاك الشرعية بأي شكل من الأشكال. لن تستطيعوا أن تضحكوا على شعبنا، ولن يرضى هذا الشعب أن اتفاقيات مذلة اقتصادية غاز أو غير غاز مع الكيان الصهيوني. فهي اتفاقية مقايدة المال بالعار. التعاون الاقتصادي مع العدو مكافأة للاستيطان والعدوان وجرائم الاحتلال في فلسطين. إذا كنا صادقين نقول لهذه الحكومة إما أن تلغي هذه الاتفاقية، لأن الوزير لم يقل لنا أننا نلغي هذه الاتفاقية، إما أن تلغي هذه الاتفاقية، وإما أن نحجب الثقة عن هذه الحكومة إذا كنا صادقين. ترى هذيك الأيام الاتفاقية كانت لسه مش موقعة، وما حدا كان عنده جواب إنه الحكومة جد راح توقع هاي الاتفاقية ولا لا. ولما كنت تسأل الحكومة كان جوابها: هذا موضوع حساس حقا، نحن لا نهرب منه، نحن لدينا جواب إذا وجهنا من الرئاسة بنجاوبه، لكن هذا متعلق بالنظام الداخلي وليس بهرب الحكومة من الجواب. وبليلة ما فيها ضوء قمر إجا اليوم الأسود. أعلنت شركة الكهرباء الوطنية تفاصيل شروط اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها مؤخرا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية. وصار التوقيع وصار، وسألنا طب ليش وقعتوا؟ شو الأسباب إنكم وقعتوا؟ ليش؟ بحاجة أن ننوع مصادر طاقتنا. لا. تنويع مصادر التزود، تنويع للخيارات يا سيدي، وليس تنويع مصادر الطاقة، تنويع هذه المصادر. وربما وبعد التوقيع والتبرير الغير منطقي طلع كل حدا عبر عن رأيه بهاي الاتفاقية، وإحنا كمان عبرنا بطريقتنا على أمل إنه الحكومة تسمعنا. على الهس الملقي وقعها في أغنية طلعت من برنامج على رؤية من تشويش واضح، والحكومة سمعتنا وبرضو عملت اللي بدها إياه، وظلينا على أخذ وعطى وحكي وضغوطات لحد ما وصلنا لشهر 3 سنة 2017 اللي فيه أخيراً انطرحت الاتفاقية الموقعة على مجلس النواب. بس هل النواب ألغوها على طول؟ نو 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 نو، لازم يكون في عنا حركات.